ليس الفتى من يقول كانت جميلة بحيرة، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. علقت كغيري من الجزائريين حول الرسالة التي وجهتها جميلة بحيرة المجاهدة السابقة في حرب التحرير 1954-1962 إلى الرئيس المعين بوتفليقة، وقرأت الرسالة بمفهومي الخاص، وأتمنى أن أجد من يصوبني من الساسة أو من الذين عايشوها ما قبل وأثناء أو بعد الثورة. اعتمدت في قراءتي لرسالتها من خلال بعض المعلومات حتى ولو كانت شحيحة، لكنها كافية لمعرفة محتوى الرسالة. جميلة بحيرة كانت تعيش هذه الوضعية منذ أن اعتلى بوتفليقة قصر المرادية، ولأنها رفضت مساندته سنة 1999 والسير في قطاره والتجارة، أصابها ما أصابها، ليست وحدها فحسب، بل معها كل الذين رفضوا الإملاءات من أجل دراهم معدودة أو كراسي زائلة. كانت رسالة جميلة موجهة إلى الشعب الجزائري، وطالما أنا من بين أفراد هذا الشعب، من واجبي كمواطن جزائري معني بهذا النداء أن أدلي برأيي. فالانتهازيون والفاشلون سياسيا والمتربصون وجدوا مثل هذه الهدية المجانية قبل الاحتفال ببعض الأعياد، وسارعوا لاستغلال هذا الحدث بالنفخ تارة وبالتمييع أو بالتباكي على الأطلال تارة أخرى. وقد أحببت أن أضع بين أيديكم هذه الأسئلة، والأجوبة عنها كفيلة بمعرفة محتوى الرسالة، أو لربما ستقودنا لمعرفة أشياء وخبايا أخرى. ما الذي جعل جميلة بحيرة تنطق في رسالتها بعبارات مملوءة بالاستياء تجاه أعلى هرم في السلطة، وفي هذا الوقت بالذات، خاصة وأن الجزائريين صغيرهم وكبيرهم التفوا حول موقف واحد ضد الإساءة إلى الرموز الثورية التي قام بها بعض اللقطاء الإعلاميين المصريين تجاه شهداء الثورة التحريرية، واتهام الشعب برمته بتهم احتار لها الحيوان والجماد. ما الذي جعلها تشكو حالها على العام وكأنها تئن وتصرخ وتستغيث، وخزينة الدولة ملآنة بملايير الدولارات حسب المداحين، وأن هذه الخزينة لم تتأثر حتى بالأزمة الاقتصادية العالمية؟ أتعجز دولة عن معالجة جميلة بحيرة وتخصص 48 طائرة مجانا لنقل المناصرين إلى السودان؟ ما الذي جعلها ترفض المساعدات التي عرضت عليها من بعض الأمراء والملوك حسب ما نشرت بعض الصحف، أو تتوجه للعلاج بدولة عربية أو في مستشفى عين النعجة بالجزائر الذي يزخر بطاقات وإمكانيات هي نفسها موجودة بأوروبا إذا كان الأمر ماديا، أو يتعلق بالتاريخ والشرف الجزائري والبطولة، وتختار لنفسها العلاج في مستشفيات فرنسا التي حكمت عليها بالإعدام يوما، أو تتزوج قبلها فرنسية؟ ما الذي جعل الشارع يتعاطف معها في حين أن هناك الكثير من الذين جاهدوا معها يموتون في صمت مطبق ولا بواكي لهم؟ بل هناك من أبناء الشهداء والمجاهدين من قتل شر قتلى، ومن خطف، ومن ما زال إلى اليوم يعيش لوعة المنفى من رفقائها في السلاح، وممنوعون من الدخول إلى الوطن
الذي ساهموا في تحريره يوما، وطلبهم الوحيد هو أن يموتوا في هذا الوطن مع عامة المسلمين، لا أن يموتوا على أسرة الكفار. ما الذي جعل جميلة تنفض هذا الغبار الذي كسى هذه الحقبة بمجرد هذه الرسالة؟ وهي التي سكتت حينا من الدهر، حين قتل أكثر من 250,000 جزائري، وفتحت المحتشدات، وأحرقت المدارس، وهدمت بعض الصوامع، وبقر بطون الأمهات، وسحل الشيوخ والأطفال، وقد قتل رمز من رموز الثورة على الهواء وهو محمد بوضياف، ولم نسمع لها رأيا. فهل خافت الموت في جزائر الاستقلال الذي كانت تتحداه في جزائر خلال الاستعمار؟ وما الذي جعلها تنشر رسالتها في وقت يستعد مجلس الأمة لتجديد أعضائه، خاصة وأن من بينهم من شاركها حرب التحرير، ويأخذ مبلغ 30 مليون مقابل تمرير الصفقات؟ الحلال بين والحرام كذلك، لكن المشتبهات وجدت في المراهقين طريقها، وأعطت فرصة ثمينة للمتباكين على نصر لم يصنعوه لتحقيق شهرة أو دفع تهمة أو لفت انتباه أو تحقيق أرباح إلى آخره. ولأن الفتى هو من يقول ها أنا ذا، ليس من يقول جميلة، أثار البعض التخفي برمز جميلة بحيرة استغلال صورتها في الإعلام للانتقام من التاريخ وتفتيت ذلك التلاحم الذي ظهر بعد فوز الفريق الوطني. إن الرجل الفاشل الذي يقتدي بامرأة ويسيء إلى قادة صنعوا تاريخا ومجدا، أن يدخل في جب بئر خير له من أن يعيش فوق هذه الأرض. إن الرجل الذي يتحدث عن بطولة امرأة وهو جبان لا يستطيع أن يجهر بالحق أو أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، لهو من المخنثين فكريا ومن المعاقين حضاريا. إن الرجل الذي يبني تاريخه من الأفلام والمسلسلات يعيش في عالم الهلوسة ولا علاقة له بتاريخ أو حاضر الجزائر، والأحرى به أن يؤلف أو أن يكتب عن الرسوم الكاريكاتورية، خير له من الحديث في مثل هذه المواضيع. إن الجبان الذي يتخفى بامرأة ويختزل البطولة فيها بمجرد كتابة رسالة ويتناسى تضحيات جسام قدمها هذا الشعب عبر مر العصور، لهو إنسان مرائي لا علاقة له بالحق، وإنما يبحث على أن يحمده الناس إلى آخره. إن الرجل هو من يصنع تاريخه لا من يتاجر بتاريخ الناس. وإن الفتى هو من يقول ها أنا ذا، لا من يقول كانت جميلة بحيرت.